السلام عليكم. ليس ملكيتي. من غرفة القيادة والسيطرة إلى سيف واحد. سبب استيقاف المركبة. للتأكد من مسار الآلية، وقد تبين بأنها إحدى منتسبات القطاع الطبي، وقد انتهت مناوبتها الآن وهي بالاتجاه إلى منزلها، والأوراق الثبوتية أكدت ذلك. أبلغها السلام والتحية والتقدير، وأكد لها أن كل شعب دولة الإمارات فخور بها ومن زملائها في القطاع الطبي، ونسأل الله لكم التوفيق. شكرا لكل موظف في وزارة الصحة، هذا العمل لا يمكن نحن ننساه، لا باكر ولا اللي بعده، لا باكر ولا اللي بعده.